بقى معاكم ازاي المواقع الالكترونيه اتكلمت عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. الموقع الرسمي للنادي الاهلي كارتيرون يتحدث عن مواجهه وفاق سطيف وعوده المصابين. عدلي يتوجه للجزائر صباح الجمعه. بوابه اخبار اليوم بعثه الاهلي تنتهي من ترتيبات السفر للجزائر. موقع الشروق الاهلي يتدرب مرتين على ملعب مباراه وفاق سطيف. موقع المصري اليوم طبيب الاهلي يتحدث عن اصابه احمد علاء. بوابه فيتو تعديلات في تشكيل الاهلي المنتظر امام وفاق سطيف الجزائري. بوابه الوفد يد الاهلي تطير للكوت ديفوار لخوض منافسات بطوله افريقيا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي طبيب طائره الاهلي يوضح تفاصيل اصابه محمد عبد المنعم. الموقع الرسمي للنادي الاهلي محاضره فيديو للاعب السله في لبنان.